السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن ومشاهدي برنامج فيكم الخير. سيدنا النبي بيقول الحلال بين والحرام بين، لكننا بقينا في زمن للأسف بنسمي الحاجات بغير اسمها. يعني الحلال بين والحرام بين، بقينا احنا عندنا بقى الايه، الغش بقى شطارة، الربا بقى فايدة، النصب والسرقة بقت فهلوة، بقى أهم كتير من الناس انهم يجمعوا الفلوس من أي مكان وبأي وسيلة، يضيعوا عمرهم وشبابهم في تجميع الفلوس من الحلال ومن الحرام، وهم مش عارفين ان هم بيضيعوا عمرهم وحياتهم هباء، بيضيعوا دنيتهم واخرتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن اللي بياخد اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، صدق الله العظيم. وبيقول سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفره منه وفضلا، صدق الله العظيم. النفس دايما بتعشق الزيادة، يقولك البحر يحب الزيادة، والشيطان بيزين لكتير من الناس الطريق الحرام، هو عايزك تكون زيه، مطرود من رحمة رب العالمين، ومفيش سكة أحسن من إنه يدخل بيتك غير المال الحرام. المال الحرام بيهدم لك حياتك. وتعالوا نعد مع بعض 8 عقوبات. الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب، يعني دعائك مش هيتقبل. ربنا بيقول يمحق الله الربا، يعني هتضيع البركة من فلوسك ومالك وحياتك وأهلك. كل عمل دخل فيه فلوس حرام مش مقبول، وبالتالي مش هتتقبل أعمالك اللي داخل فيها مال حرام. تخيل لو حجيت بفلوس حرام، الخسارة والهلاك في الدنيا والآخرة، لأن ربنا بيقول لآكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وسيدنا النبي بيقول إن اللي يحلف يمين عشان يأكل من مال حد ربنا يغضب عليه، واللي يغضب عليه المولى بيطرده من رحمته والعياذ بالله. وده هيشوف العذاب مرتين، عذاب في القبر وعذاب في الآخرة. مستنين إيه علشان نطهر نفسنا وأموالنا قبل ما يجي وقت ما ينفعش فيه لا مالك ولا عملك؟ نرحب مع حضراتكم بفضيلة الشيخ إسلام رضوان، ونبدأ معاه أول سؤال عن الربا والمال الحرام. إزيك يا شيخ إسلام؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ رضوان. الحمد لله في نعمة، الحمد لله رب العالمين. المال الحرام اللي بيدخل بقى سهل، يعني الربا معلوم لناس كتير، ولكن في مال حرام كتير بيدخل في وسط الحاجات واحنا بنشوف انه عادي. يعني انا خدت حاجه من الشيخ اسلام يعني مش مشكله، ما هو عارف وما قاليش هاتها فانا اخدتها. حاجات من دي كتير بناخدها بالفهلوه، ايه علاقتها بالمال الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه هو الواحد الاحدي الفرد الصمدي القائم السرمدي، سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، وفوق كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. موضوع المال الحرام يا أستاذ رباب للأسف في الفترة اللي احنا بنعيشها انتشر، وانتشرت صور كتير جدا للمال الحرام. صحيح. لكن عايز أقف مع حضرتك وقفة في البداية. ناس كتير بتسأل وناس كتير تتصل علينا وتكلمنا ونقول يا عم الشيخ أنا بدعي ربنا كتير وبعمل كتير، بس شايف إن عملي يعني ملوش نتيجة وإن دعائي ملوش نتيجة. هقول لحضرتك إن سبب رئيس من أسباب عدم استجابة الدعاء عدم تحري الحلال، أو يعني بلفظ آخر التمادي في أكل الحرام. فالناس يبقى عنده مشكلة فيفضل يدعي ربنا وما فيش استجابة، يبقى عنده حاجة يدعي ربنا ما فيش استجابة، بس مش واخد باله أن سبب رئيسي من عدم استجابة الدعاء هو أكل الحرام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتقال سيدنا النبي كده من سيدنا سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. أنا عايز لما ادعي دعوة ربنا يستجبها. شوفي سيدنا النبي حصر موضوع استجابة الدعاء في حاجة واحدة بس. قال لي سيدنا سعد يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك اللي هو طعام فلوسك طيب، تكون من طعام من الحلال، فلوس حلال او طعامك من فلوس يعني كل حلال، معلومة المصدر صحيح، واكل اهل بيتك حلال واشرب حلال وعيش من الحلال. لما تكون حياتك في الحلال مجرد انك تقول يا رب ربنا يستجيب. امين يا رب العالمين. نشوف ام اسلام على التليفون. السلام عليكم يا ام اسلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيكي. الحمد لله رب العالمين. عندي سؤال بس بالنسبة للشهادات بتاعت البنك، أسأل فضيلة الشيخ. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا حضرتك، أنا دلوقتي عندي 62 سنة، ماليش أي إيراد شهري
انا عامله عشان يبقى بس يعني بامانه، انا عامله اللهم صل على النبي وديعه. بس انا اقول لحضرتك اتفضلي. المعاش، معاش اللي هو التضامن، انا 320 جنيه، هو ده اول عن اخر. تمام خلاص. كان عندي شقه وبعتها وحطيتها شهادات في البنك، هي بقى لها 6 شهور المفروض ان هي بتطلع ارباح. انا دلوقتي في شك بقى للارباح، انا ما سحبتش منها. تمام خلاص. الشهادات الارباح دي ما بين حلال وحرام، بس انا دلوقتي انا عايزاهم على اساس يبقوا مصاريف ليا يساعدوا مع المعاش اللي هو ال 320 جنيه. ايوه. حياتك ما عندكيش اي معاش من اي حته غير ال 320 جنيه دول، وحياتك كده فلوس الشقه عامله لها الايداع او الوديعه دي علشان تاخدي الفلوس تصرفي منها. ده سؤال حضرتك، ان الفلوس دي حلال ولا حرام، صح كده؟ الارباح اللي بتيجي من الشهادات. صحيح. بس خليكي معايا شويه بس عشان في حاجه تانية اسالها. اتفضلي. هو بالنسبه دلوقتي للشهادات عايزه اسال، هل انا اسحب الارباح واصرف منها؟ تمام. ان انا ما عنديش الا ال 300 جنيه دول، 320. حاضر. تمام. خلاص. انا دلوقتي يعني مريضه قلب، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. الله يخليكي. ما بنامش بالليل كويس، انا ممكن افضل صاحيه الوقت كبير قوي بالليل، باجي بقى ساعه الفجر ممكن تروح عليا نوم، ما بسمعش اصلا الاذان، او لو حتى سمعته ما ببقاش قادر ان انا ببقى خلاص يعني هلكانه، ما بقدرش ان انا اقوم. تمام. بس بقوم الصبح الحمد لله وبقضي الفروض وكله. تمام خلاص. بس هي بس ايه تاخير بقى موضوع صلاه الفجر. تمام. خلاص انا بقوم اصلي مثلا، لو انا هقوم 8 9 بروح مصليه، لان انا معظم وقتي ايه نومي كده من عند الفجر، خلاص ما بقاش قادره بقى، دماغي بقى خلاص فصلت. تمام. خلاص. الشيخ اسلام يرد على حضرتك حالا على السؤالين. شكرا يا ام اسلام. اولا موضوع شهادات الاستثمار او الودائع الموجوده في البنك، وخصوصا في حاله زي حاله امنا الست ام اسلام، ربنا يبارك فيها ويديها الصحه ويشفيها ويعافيها. المعاش معاش بسيط جدا، وفلوس الشقه اتحطت في البنك شهادات وبتجيب ارباح، وكلمه ارباح دي مهمه جدا يا استاذه رباب. ليه؟ الفلوس اللي موجوده في البنك، البنك بيقرض الشركات وبيقرض الدولة وبيقرض الأفراد، القروض اللي بياخدها الأفراد والشركات والدولة بتدخل في مشروعات. صحيح. المشروعات دي بتكسب. مظبوط. فجزء من أرباح المشروعات البنك بياخده، والجزء الثاني بيعود على المودعين زي الست أم إسلام، يعني فلوسها دي كده بتشتغل في مشاريع مع البنك، فهي بتاخد جزء من أرباح الفلوس في المشاريع والبنك بياخد جزء ثاني. وفتاوى دار الإفتاء الحديثة كلها إن الأرباح دي إن شاء الله حلال، فحضرتك تاخدي الأرباح وتكمليها على معاش حضرتك وتصرفي وتجيبي علاجك وتصرفي على نفسك واللي انت عايزاه، وان شاء الله لو فيها اي حاجه ربنا يعفو عنا وعن حضرتك، ما فيهاش اي مشكله خالص. الموضوع الثاني موضوع انها بتسهر علشان ظروفها الصحيه، ما بتنامش بسهوله، وبتبقى طول الليل او معظم الليل قلقانه، فبتيجي تنام قبل الفجر فبيعدي صلاه الفجر. سيدنا النبي يقول لنا كده في الحديث: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلا ده أمر خارج عن إرادتها ومش في استطاعتها. قدرنا ننام ساعتين ثلاثة قبل الفجر ونقوم لصلاة الفجر، نصلي الفجر ونرجع ننام تاني، يبقى ده كويس جدا. ما قدرناش وبسبب ظروف التعب والسهر والأرق بتاع الليل فبنقوم الساعة 7 8 9، أول ما نقوم نتوضى ونصلي وإن شاء الله حضرتك تاخدي الأجر بإذن الله. هي بتعمل كده وإن شاء الله صلاتك مقبولة. معنا تليفون تاني. يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ الله يسلمك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. اتفضلي الشيخ اسلام معاكي. لو سمحت انا عايز اسألك، في عندنا في القرية بتاعتنا ناس كتير المدرسين بيدوا دروس وبعدين ياكلوا الشهرية على المدرسين، فدي تعتبر مال حرام برضو بياكلوه؟ طيب في حاجة تانية أي عايز تسألي عليها ولا ده بس؟ أنا عايز أسأل، في حديث بيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ده حديث صحيح ولا لأ؟ حاضر. عينيا الاثنين. الشيخ إسلام هيرد عليك يا حالة، بنشكرك يا إيه. المدرسين إيه؟ ما سمعتش. الأول حضرتك سمعت الحديث اللهم لا يأتي، بسألك ده حديث صحيح ولا لأ؟ طيب هو انا ما سمعتوش كحديث، اللهم لا حضرتك سمعت الجمله بس، لكن كدعاء هو دعاء صحيح، ان ربنا اللي بياتي بالحسنات وربنا اللي بيعاقب على السيئات، لكن كنص حديث انا ما سمعتوش قبل كده. تمام. السؤال الثاني، هي هم في بلد او في قريه تقريبا
والمدرسين بيدوا دروس للولاد واهالي الولاد بياكلوا الشهريات على المدرسين. تقول لك كده دي حرام، ده كده فلوس حرام. يعني هو اولا موضوع الدروس الخصوصيه مش هتطرق ليه هو كدروس خصوصيه انها صح او مش صح، الاجر ده ايه، لكن احنا اتفقنا مع حد عموما على اجر نظير عمل. صحيح، انا جبت حد شغال عندي بيعمل لي شغلانه ايا كانت الشغلانه. صحيح. اقتطع جزء من وقته عشان يؤدي لي الشغلانه دي. صحيح. فالمفروض العقد شريعه المتعاقدين حتى لو كان العقد ده يا استاذه رباب بالكلمه. فاتفقت انك هتعمل لي عمل، العمل ده هيستغرق وقت، الوقت ده هدفع عليه اجر. طب احنا كلنا عليهم الشهريه او كلنا عليهم الاجر حرام؟ طبعا حرام، وهيسالوا عن ده. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. صحيح. لكن ييجوا ويشتغلوا بعد كده نخلع منهم ونتهرب منهم ونتحجج. صحيح. لا ده حرام طبعا. يبقى ده حرام وده أكل مال الناس اللي عملت تعبت. هقول لحضرتك حاجة كمان، يمكن بعض الشباب اللي بيعملوا العمل ده ما عندهمش مصدر رزق تاني غير هو ده، موضوع الدروس دي. صحيح. طيب كده يا آية زي ما سمعتي من الشيخ إسلام هو كده حرام. مشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم والمال الحرام بعد الفاصل، انتظرونا. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم، ومعانا تليفون ليلى. يا ليلى السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. الشيخ اسلام معاكي، اتفضلي. ازيك يا شيخ اسلام؟ ازيك يا استاذة ليلى، اتفضلي يا فندم. احنا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال، معلش هزعل شوية. اتفضلي. بص احنا فلاحين وعندنا يعني معلش كده بهايم كده، بقر وجاموس وكده. تمام. بقر وجاموس. فجوزي بنحلب، فعندنا الجاموس بيبقى قليل شويه اللبن الجاموسي بعد ما بنحلب ونخلص، فبيحط عليه شويه من بقري. بتحطي عليه شويه ايه؟ لبن بقري يعني بيزود. بتخلطي الجمسي بالبقري. البقري على الجاموسي عشان يزيد الجاموسي، صح؟ تمام. فانا مستحرماها يعني بصراحه، فعايزه اعرف. طب وده يا استاذه ليلى لما نعمل كده يبقى دوت يعني في فايده ولا في غش؟ ده أكيد. طيب البقري بكام والجاموسي بكام؟ يعني ده بسعر وده بسعر. يعني البقري الجاموسي أرخص. اغلى. البقري ارخص. ارخص طبعا. الجاموسي اغلى، فبنحط البقري الارخص عشان نزود الجاموسي فنزود الفلوس اللي داخله. وعايز اعرف يعني حلال ولا يعني حرام؟ لا، وازاي ربنا يسامحني ان انا عملت كده، او مثلا يعني ازاي ربنا يسامحني؟ انت عايزه تتوبي عن الفعله دي يا ليلى، صح؟ لكن انت عارفه يا ليلى ان ده حرام. وزوجك عارف ان ده حرام. ايوه عارف. وعارفه ان الجزء الزياده اللي بيدخل دوت فرق السعر اللبن ده من ده حرام وداخل على البيت وعلى الاولاد. ايوه صح، وعايزه ربنا يسامحني يعني، ومش عارفه الصراحه اعمل ايه. طيب انتهينا من الموضوع ده ولا لسه بنعمل كده؟ تقريبا انتهيت. لا مش تقريبا، ما هو يا يا لا. هو احيانا انا بحاول وبقول له لا او كده، بس انا اكتر ايام هو بيرجع يعمل. بص يا ليلى هقول لك حاجه. نعم. احنا لما بنعمل كده وبنزود الدخل علشان نزود اللبن ونزود فرق السعر من اللبن البقري نحطه على اللبن الجاموسي عشان الجاموسي اغلى عشان يدخل لنا فلوس اكتر، كاننا بالظبط بنحط ميه وبنزود اللبن ده ميه، لان احنا هنا بنفرق فرق اسعار وده حرام. والقرش الزياده اللي داخل لكم من فرق اللبن ده حرام، والحرام ده مش هينفع ومش هيفيد، مش هيزودنا كتير يا ليلى، ومش هيغنينا، ومش هيكبر ولادنا، ومش هيبارك في رزقنا، ومش هيبارك في حياتنا، يمكن يعمل لنا مشاكل كتير في حياتنا احنا في غنى عنها. فما فيش حاجه اسمها بحاول، في حاجه اسمها ان انا بتوب وبرجع، لان من شروط التوبه الاقلاع عن الذنب. طب جوزة يعني امنعه. جوزها بتقول لك احيانا انا ببطل واحيانا هو بيعمل كده. هي لازم تنصحه، وهي لازم تقف على ايده. بتقول لك بنصحه. انصحيه وقفي على ايده، ولو حسيتي ان هو بيعمل ده من وراكي انت تعملي العمل بنفسك انت عشان تتاكدي الجنيه اللي داخل لك انت واولادك وفي بيتك داخل حلال، لان الحرام يا ليلى مش هيغني عن الحلال،
الحرام اللي احنا بنعمله ده مش هيغنينا، الحلال هو اللي هيغنينا وهيبقى فيه بركه. كان في جمله بتقول الحرام بيجي ياخد الحلال في وشه ويمشي. نعم، فانا عايز اقول كلنا فاكرين قصه سيدنا الفاروق عمر. شكرا يا ليلى، شكرا ليكي. قصه سيدنا الفاروق عمر لما كان يطوف في شوارع المدينه وسمع امراه تقول لابنتها، وخدي بالك يا ليلى وكل اللي بيعمل كده في الحاجه دي او في غيرها من السلع، لما سمع امراه تقول لابنتها قومي الى اللبن فامذقيه، يعني زودي اللبن شوية مية عشان اللبن يزيد فالربح يزيد. فقالت لها يا أماه إن أمير المؤمنين قد نهانا. قالت إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يطلع علينا ويرانا. ده اللي احنا عايزين نقوله، اطلع ربنا علينا في كل الأمور دي يا ليلى. كل اللي بيسمعنا خلي بالك وانت بتعمل اي عمل، حتى لو قافل بابك على نفسك ربنا شايفك وربنا مطلع عليك. البنت دي كانت بعد كده ايه يا استاذه رباب، ذهب امير المؤمنين الى ابنائه وقص عليهم القصه وزوجها لاحد ابنائه، وكانت جده خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز. شوف الجزاء بقى لما عملت ده، ولما تحرت الحلال، ولما اكدت لامها ان ربنا بيطلع علينا ويرانا. وهفتكر مع حضرتك قصه كنت دايما بذكرها، ان احد الاساتذه يعني قال لتلامذته يوما، دفع الى كل واحد منهم طائر وقال يذهب كل واحد منكم الى مكان لا يراه فيه احد ولا يطلع عليه احد ويذبح هذا الطائر. فذهبوا جميعا وذبحوا طيورهم وعادوا بها مذبوحة إلا واحد. فتعجب الأستاذ، لماذا لم تذبح هذا الطائر؟ قال سيدي أستاذي وسيدي، ما ذهبت إلى مكان من الأماكن إلا ورأيت أن عين الله تطلع علي وتراني. لو كل واحد فينا حط العنوان الرئيسي ده يا أستاذ رباب قدام منه، إن ربنا مطلع عليك، ربنا شايفك، ربنا بيسمعك، تأكد ان احنا هنتحرى الحلال في كل الامور. صحيح. لكن عشان نجيب شوية لبن بقري نحطها على اللبن الجاموسي، فنزود اللبن الجاموسي عشان الموضوع يزيد 5 6 10 100 جنيه اكتر كمان من كده، تأكدي ان المبلغ اللي هيزيد ده مش هيبارك. صحيح. صحيح. المبلغ اللي هيزيد ده مش هيعمل لك حاجة. احنا معانا تليفون تاني. ام مي، السلام عليكم يا ام مي. السلام عليكم. أم مي ممكن بعد إذنك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ حاضر أوكي. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف خير وسلامة يا رب. أتكلم بعد إذن حضرتك. معاكي الشيخ إسلام، اتفضلي اتفضلي. طيب، أولاً أنا عايزة أسأل سؤال. السؤال الأول فضيلة الشيخ. عايز اسال حضرتك، انا دلوقتي اخويا كان مسافر في دوله من ما دوله عربيه، وكان كل شهر المرتب اللي هو بياخده بياخد قرض وبيحوشه، ما بينفقهوش، بياخد كل شهر على كده ويسدده. لا ثانيه واحده، يعني هو كل شهر بياخد قرض ويسدده من المرتب من الشغل يعني. يعني هو في المكان هو شغال فيه بيقبض مرتبه بالزبط. ويستلف قرض من البنك. قرض من البنك، ليه؟ ايه السبب؟ معرفش، انا معرفش، بس انا عايزه اعرف. ينفع اصلا يبقى في قرض كل شهر يا ام مي؟ انا مش فاهمه برضه، انا مش فاهمه. ما هو عشان مثلا معرفش هو ايه الهدف في دماغه، بس بياخد قرض بيسدده عن طريق المرتب بتاعه. طيب تمام، طيب اتفضلي سؤالك ايه؟ ده السؤال الاولاني. لا هو ايه السؤال؟ هو ايه السبب في اخذان القرض ايه؟ مش عارفه، مش عارفه. القرض ده اللي بياخده وبيحوشه هل حرام؟ هو محتاج للفلوس دي ولا مش محتاج لها؟ لا هو بيحوشها، يحطها في الاخر نزل البلد، يعني ياخدها ويحوشها ويسددها عن طريق المرتب. بالظبط، بدون الحاجه اليها. لا تمام، وبيدفع فوائد طبعا للبنك باكيد طبعا. السؤال الثاني بقى اللي انا عايز اسال حضرتك عليه فضيله الشيخ، اتفضل. دلوقتي لو في مثلا انا عارفه واحد مثلا او ناس معينه عارفه مصدر الفلوس بتاعتهم مش حلال، وجم زكوا فيها وادوها لناس غلابه او ناس فقراء او ناس محتاجين، هل الفلوس الحرام ديت اللي احنا عارفين ان هي حرام جايه من ايا كان بقى، مخدرات، سلاح، مش عارفه ايه، الكلام ده كله غلط، هل ده اللي هم بيتصدقوا بيه مثلا للفقراء بيخش عليهم برضو كده يعني حرام ولا مش حرام ولا ايه؟ حاضر. انا عايز اعرف. بعد اذن حضرتك، معلش مع احترامي، انا عايزه فضيله الشيخ، عايزه تليفون حضرتك
عايزه اكلم مع حضرتك في حاجه طيب خاصه دي. حضرتك اتفضل. خليكي معانا وامك في كنترول، هياخدوا ويرجعوا لحضرتك ويدوكي رقم الشيخ اسلام. هكمل حاجة صغيرة قوي في السؤال اللي قبل كده عشان ما حدش يقول ان الإجابة بتاعتكم منقوصة. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان السلع، لأن احنا في وقت حاليا يا أستاذة رباب الأسعار نار. صحيح صحيح. والناس بدأت تتحكم في الأسعار، والحمد لله في خطوات من الدولة ومن أجهزة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار دي. طمع التجار صحيح. سيدنا النبي علشان موضوع اللبن والغش في كل السلع، لما مر على رجل يبيع سلعة. مر عليه ووجده يبيع سلعة فوضع النبي يده في الطعام في صبرة طعام فأصابه البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيه ده؟ إيه البلل ده؟ إيه المية دي؟ في بعض السلع لما تبقى مبلولة تتقل فتوزن، وده من المال الحرام، ده نوع وصنف من المال الحرام. فيتبقى الحاجة مبلولة فما تحط على الميزان تتقل، المية تتقلها. فقال لقد أصابته السماء يا رسول الله، يعني الدنيا مطرت أو الندى بتاع الصبح كده المية نزلت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم هل أظهرته؟ وفي رواية هل بينته؟ الحاجة المبلولة دي مش تطلعها فوق كده عشان الناس تشوفها وتعرفها. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة المهمة، من غشنا فليس منا. دي واحدة. صحيح. من غشنا يعني غش الناس أو غش المسلمين فليس منهم، فليس من المسلمين. من غشنا فليس منا. وفي لفظ آخر من غشني أو من غشنا فليس مني، فليس من رسول الله ولا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان بس الناس تعرف أن الموضوع خطير، موضوع مش سهل أو مش بسيط. الحاجة احنا بنقول عليه فهلاوة دلوقتي. الشطارة والفهلاوة بيع شاطر، يقول لك تشغيل دماغ. لذلك القرآن دماغ. حذر من النوع ده من المال الحرام يا أستاذة رباب. يعني ده سورة كاملة كده ربنا سماها سورة المطففين. خلي بالك التطفيف مش في الميزان بس، في الميزان، في البيع، في الكلام، في أخذ حق ليس حقي، ليس من حقي. فربنا أنزل سورة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، لما يجي يشتري إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم بعولهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هنقول لربنا إيه؟ صحيح. محتاجين إن إحنا نقف الوقفة المهمة دي. الأسئلة بقى اللي جات لنا دي أنا مش هقدر أجاوب على اللي بياخد كل شهر قرض، أنا مش عارف بياخده إزاي كل شهر. هو غالبا هو أنا هقول لحضرتك حاجة اللي أنا استشفيته، إن هو بياخد قرض ويحوش ويحط المبلغ يبقى معاه ويسدده في البنك. ويسدد بقى كل شهر ايه بس هي بتقول من مرتبه، إن هو بياخد قرض كل شهر. هي غالبا قصدها بيسدده كل شهر من مرتبه. ممكن هي كده غالبا بياخد ملهاش حاجه تاني كده. بياخد قرض. لكن انا بقول دايما في الامور اللي زي كده يا استاذ رباب، يعني خلينا نلجا للقروض للحاجه والضروره. صحيح صحيح. عندي الحاجه والضروره مزلوط. لكن عشان اخد قرض واركنه ويحوش وبفوايد وادفع فوايد واحوش وبعدين يتسحب من المرتب، فكره انا مش قادر افهمها. لكن خلي القروض. حلال ولا حرام القروض دي؟ ما هو بص احنا عندنا هو كده مش بياخد قرض، ده ضروره. ما انا لسه هقول القاعده. الضرورات تبيح المحظورات. تبيح المحظورات. صحيح. والضروره تقدر بقدرها. صحيح. ضرورة تقدر بقدرها كده. صحيح. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوق حضرتك. لا ده فأنا عندي ضرورة وحضرتك عندك ضرورة. الضرورة عندي المليحة عندي أنا ممكن ما تكونش مليحة عند حضرتك. هو كده ما عندوش ضرورة، هو بيحوش. لو ما عندوش ضرورة يبقى هو كده بيرتكب مخالفة. تمام. أعيش على قدي وأعيش بمرتبي، لكن أنا هاخده حوشه بدون فايدة. ده ليه؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. صحيح. فعلى قدر الاستطاعة. طيب. السؤال الثاني بتاع الأستاذة، السؤال الثاني كان على ليها ناس تعرفهم هي متيقنة إن مالهم حرام، مخدرات بقى، سلاح. أنا بجمع مال من الحرام وبيتصدقوا بالله كتير بس باجي في مواسم زي المواسم اللي احنا فيها بطلع صدقات. الناس اللي بتوصل لها الصدقات ما عليهاش أي وزر ولا أي ذنب. طبعا ما تعرفش المال ده مصدره صح او بقى البركه بتعود عليهم حلال تاني او مش ولا حلال. الناس اللي هيروح لها المال هتستفيد منه ما لهاش اي اوزار، لكن اللي خرج المال ده وكان جايبه من الحرام هيسال عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيما علم. المال بقى هنقف معاه وقفه. نرجع بعد الفاصل، هنطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع تاني لسه مكملين على المال الحرام. انتظرونا بعد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا النهاردة عن المال الحرام. ربنا يكفينا ويكفيكم شره يا رب العالمين. شيخ إسلام، سؤالي دلوقتي، لو حضرتك قبل الفاصل حضرتك قلت في الحديث الشريف لا تزول قدم عبد من يوم القيامة، بيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. دلوقتي لو نعتبر أن حد فلوسه كلها حرام أو بقاله سنين بيعمل حاجة حرام في فلوسه ومعظم فلوسه مش حلال، بس طبعا ما يقدرش ان هو فجاه يرمي الفلوس في الشارع ويقعد كده. تمام. هل هو لو من وجهه نظره يقول لك انا بكفر عن الفلوس دي او بطهرها بالبلدي كده زي ما بيقولوا، وبدا يعمل اعمال خيريه كتير ويتصدق كتير جدا من مال حرام، هل يجوز؟ الموضوع كبير ومش هينفع نختصره في جمله او في جملتين. تمام. المال اللي انا جمعته من الحرام ده، الجزء الحرام ده هل خاص باشخاص؟ يعني مثلا ميراث لاخواتي انا كلته عليهم، فما ينفعش اقول ان انا هطهره. صحيح. لا، لابد انك ترد المظالم والحقوق لاهلها. طب هل هو خاص بتجاره ففي جزء منها حلال وجزء منه حرام؟ فالمفروض ان انا اطهر اجنب الحرام من الحلال. هل في جزء من ربا كنت بدي الناس مثلا 100,000 واخدها 120,000 و130,000 وزيادات؟ ربنا بيقول كده فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. صحيح. لا تظلمون ولا تظلمون. صحيح. فالموضوع له اكتر من بعد. وفي ناس الحاجه اصلا حرام. الحاجه الثانيه المهمه كمان يا استاذ رباب اللي عايز اقول عليها، ممكن يكون معظم المال من الحرام وتلاقيه مثلا طالع يحج. كتير. طب طالع يحج ازاي؟ ده بيقول لك كده لما يخرج بمال حلال ومطعم حلال وراحله من الحلال يقول لبيك اللهم لبيك، يقال له لبيك وسعديك والخير بين يديك، مطعمك من حلال ومشربك من حلال وراحلتك من حلال. وربنا سبحانه وتعالى، شوفي الجزاء، ان ربنا يستجيب له هذا الدعاء. فحجك مبرور غير مأزور. طب اللي طالع من حرام وجمع من حرام ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وعشته حرام في حرام، يقول لبيك اللهم لبيك، متخيل ان الموضوع عادي، يقال له لا لبيك ولا سعديك، مطعمك من حرام ومشربك من حرام وراحلتك من حرام وحجك مأزور غير مبرور. يعني يطلع ويؤدي الفريضة وياخد وزر لأنه طلع بمال حرام. النهاردة زي ما قلنا في الحديث كده، لا تزول قدم عبد وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال ده جه منين واتصرف فين؟ مش مجرد أن أنا جمعته منين وهصرفه في حلال بس. لابد أن المال يكون من حلال وينفق في حلال، في الحلال، في أوجه الخير، في مساعدة المحتاجين، في التصدق، في كل أعمال الخير والأنشطة اللي احنا بنشوفها وبنعرضها مع مؤسسة كريمة العلا. زي التقرير اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم، حالة الطفل أحمد اللي محتاج عملية قلب مفتوح وهو عمره شهور. ربنا يقدرنا ونقدر نساعده، ونشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا حالة مختلفة شوية، حالة أحمد عبد الغفار، الطفل اللي عنده شهرين اللي جايين لنا من المنوفية، واللي بيعيط على طول علشان تعبان وعنده مشكلة في القلب. حطيت نفسي مكان الأم اللي سهرانة طول الليل بابنها بيعيط ومش قادرة تعمل له حاجة لأن ما عندهاش الإمكانيات إنها تعمل له العملية. وحطيت نفسي كمان مكان الأب اللي معهوش فلوس علشان يقدر يعمل لابنه العملية، شايفه بيتألم، شايفه بيصرخ، شايفه بيعيط، لكن مش قادر يعمل له حاجة. من مؤسسة كريمة العلا الخيرية أنا بدعو كل أهل الخير وإحنا داخلين على الشهر الكريم إننا نساعد أحمد عبد الغفار إنه يعمل العملية في القلب وإنه يقوم سليم معافى عشان يبقى أجمل طفل في الدنيا. تخيلوا بقى الفرحة
اللي ممكن ندخلها كلنا انتوا كمتبرعين واحنا كمؤسسات على طفل زي ده وعلى ام وعلى اب وداخل علينا شهر كريم زي رمضان، فيدعولنا اننا كنا سبب لشفائه ويقضي العيد زي كل الاطفال ما بتقضي العيد مع اهاليها. مؤسسة كريمة العلا، حب، مودة، عطاء. الصدقة الحقيقة بتمحي الذنوب وبترزقك الصحة والقوة وبتطهرك وبتطهر ملك. كل مريض محتاج صدقة، المريض اللي مش معاه فلوس محتاج صدقة علشان يتعالج ويصرف على مرضه، والمريض اللي معاه فلوس محتاج هو اللي يتصدق، وهو حقيقي اللي محتاج علشان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافي، وزي ما قال سيدنا النبي داووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. يا شيخ إسلام، دلوقتي بنتكلم عن صدقة مع مريض، يعني أنا دلوقتي عيانة فأرجع أتصدق على حد هو كمان مريض، يعني يمكن دي سبحان الملك أن أنا لما ساهم في شفاء حد يكون أصلا مريض أو عنده مشكلة ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني أو عن مرضي. نعم، هقول لحضرتك أن من الأدوية الناجعة. الناجعة؟ يعني إيه الناجعة؟ يعني المهمة جدا والقوية جدا، علاج قوي جدا وعلاج مجرب. إن أنا لما يكون عندي مشكلة أو عندي مرض وأحيانا بعض الأمراض يا أستاذة رباب الأطباء والطب بيحتار فيها كتير، فيروح لدكتور واثنين وثلاثة ويجرب دواء ويقعد سنة واثنين وعشرة وما يلاقيش لها علاج. صحيح، في ناس بتعيش وتموت وبتبقاش عارفة عندها ايه، وعلاج ما يعني مش مؤثر التأثير. صحيح. اللي انا نفسي اوصل للدرجة دي من الشفاء، فالناس كده مش هقولها بباب التجربة لكن اتجربت فعلا، ففي ناس كده خلاص بقى انا البيبان كلها اتقفلت، فانا هلجأ الى باب الله، باب الله يغلق، هلجأ الى باب الصدقة واقول كده انا هتوكل على الله. نعم. وهخرج صدقة بنية ان ربنا يشفي لي مريضي، داووا مرضاكم بالصدقة. وده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر إن يعني حد مصري كان مريض جدا وذهب لدولة من الدول الأجنبية لإجراء عملية خطيرة، وفريق العمل الطبي الأجنبي يعني أشار عليه إنه يرجع بلده تاني يسلم على أهله ويودع أهله ويستنى وفاته، لأن نسب نجاح العملية مش مضمونة جدا. وبيقول كده الراجل المريض ده كان دكتور، بيقول إن وأنا قاعد في يوم من الأيام في الشارع كده فشفت ست بتجمع بقايا عظم عند جزار، فلمحها كده فسألها فعرف إنها بتاخد بعض العظم ماسورة وعظمة وحاجات عشان تعمل لأولادها شوربة تطبخ عليها، يعني يشربوا شوربة كده للبنات الأيتام والأولاد الأيتام. ولما سألها وعرف ده دفع مبلغ للجزار إن كل أسبوع هتروح تاخد كيلو ونص أو 2 كيلو لحمة لمدة سنة مقدما. وفعلا خدت اللحمة في اليوم ده ومشي. يعني عايز أقولك إن القصة بتقول إنه ما رجع بيته بنته شافته وشه متغير وملامحه متغيرة وسافر، والدكتور الأجنبي يقوله كده قل لي مين الطبيب المصري اللي أجرى ليك العملية. قال له سيدنا النبي اللي أجرى العملية دي. إزاي الكلام ده؟ قال له أنا خدت بحديث سيدنا النبي داووا مرضاكم بالصدقة، فأنا خرجت صدقة بنية إن ربنا يشفيني، وفعلا ربنا شفاه. فده دواء مجرب، نعيش مع بعض كده في الصدقة ونعيش مع سيدنا النبي، ونخرج صدقتنا بنية إن ربنا يشفي مرضانا، نخرج صدقتنا بنية إن ربنا يوسع علينا، نخرج صدقتنا بنية إن ربنا يبارك لنا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، ربنا يبارك لنا جميعا. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع منه على تقرير مع مؤسسة كريمة العلا عن عائلات بتعاني من برد الشتاء ومن المطر ومن حر الشمس في الصيف، عائلات مش مستريحة ولا صيف ولا شتاء، وبتبرعاتكم هنقدر نديهم أقل حق من حقوقهم الإنسانية وهو إن يكون عندهم سقف في بيوتهم. نشوف، نطلع للفاصل ونشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا
ناس كتير بتحب فصل الشتاء والمطر واللمة في البيت، كل حاجة جميلة في الشتاء بالنسبة لنا، لكن في ناس بيكون ده صعب بالنسبة لهم. أهالينا اللي عايشين في بيوت من غير سقف يحميهم ويحمي أطفالهم من البرد والمطر، نسيوا إحساس الدفا، والدنيا بتبقى بايظة خالص معانا هنا. كل شتاء بنتبهدل، وزي ما انتوا شايفين على الطبيعة الأرض بايظة والحيطان وكل حاجة، والله تعبانة. وجازي بيبقى شغال أرزاق يوم فيه وعشرة ما فيش. مؤسسة كريمة العلا الخيرية موجودين علشان نساعدهم بمساعدة بسيطة منكم، ويبقوا في بيت آمن مطمنين على نفسهم وعلى أولادهم. أنا محتاجة لو تعملونا أهم حاجة حتى سقف البيت والأرضية بتاعت البيت هنا، نبقى قاعدين في الصيف نلاقي تعبين تدخل علينا وكل حاجة. بصراحة يعني الواحد تعبان على الآخر. الأرضية حيطان، يعني انتوا شايفين مفيش بيبان على الأوض، مفيش كهرباء، عاملين سلوك النظرة لما تنزل علينا والله بنطفي الكهرباء خالص، وعلى طول بيبقى الجو ساقع. قاعدين ومعايا أطفال بيعيطوا بالليل جامد من كتر البرد. انت تقدر تساعد بصدقة جارية تؤجر عليها في حياتك وبعد انقطاع عملك من الدنيا، وقد تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. شكرا لمؤسسة كريمة العلا. مؤسسة كريمة العلا الخيرية، حب، مودة، عطاء. وزي ما شفنا مع حضراتكم يعني ناس محتاجة أبسط حقوقها الإنسانية زي ما قلنا قبل الفاصل. يا شيخ إسلام، عايز أسأل حياتك سؤال دلوقتي. حد فلوسه خلاص، هو يعلم إنها مش حلال وعايز يتبرع منها، يعمل كده؟ زي ما قلنا إحنا بنشوف الفلوس اللي دخلت لي دي، لا هو المصدر خلاص الحرام، المصدر كله كان حرام، مخدرات وليكن، تاجر في حاجة مش شرعية وعمل ما منها فلوس وبقى عايش حياة بيقولوا عليها كريمة. دلوقتي هو عايز يتصدق عشان يطهر ماله ده، هل تجوز الصدقة؟ يقوم دلوقتي يعمل صدقة ويتبرع للناس الطيبين دول ويعمل كده ولا لا؟ يتصدق ويضع الأموال دي في منافع المسلمين. يعني أخرج الفلوس ما انتظرش عليها أجر، لأن المفروض الفلوس دي مش بتاعتي وأنا تكسبتها من الحرام، ما اعتقدش وأنا بطلع الصدقات دي هاخد عليها أجر. ربنا يعفو عنه وربنا يسامحه، ونحاول بقدر إمكان نطهر المال. هو الموضوع صعب جدا طبعا، عشان نقول لحد تخلص من تطهير مالك، من مالك كله ده حرام. فيها حتى أذكر من أموالكم صدقة طهركم، ده دي آية القرآن. لكن ها، لكن عندنا يعني أذكر أن سيدنا الشيخ الشعراوي لما سئل في الموضوع ده استشهد بآية وممكن نستند إليها في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لو استندنا إلى الاستشهاد ده من شيخنا الله يرحمه الشيخ الشعراوي جائز جدا. طيب أنا تبت عن الحرام ده وعارف أن فلوسي فيها جزء كبير أو معظمها أو كلها حرام ومحتاج أن أنا أطهرها، مش معقول هاخد فلوسي كلها وهرميها. أحاول أطهر المبلغ ده أو الفلوس دي وأحاول أحتفظ باللي يعني على الحياة وأتقرب بدر ربنا سبحانه وتعالى وأعمل ده، وأنا بقول يا رب أنا بعمل ده ابتغاء مرضاتك، أنا بتوب عن كل الحرام اللي أنا عملته وهطلع الفلوس دي لله في سبيل الله وأتورع بها للأمور الخيرية اللي احنا بنشوفها زي أنشطة مؤسسة كريمة العلا، إخراج الغارمات، مساعدة الأطفال في المرضى زي عمليات القلب زي الطفل أحمد زي ما شفناه عنده شهور، مساعدة البنات اليتامى، تزويج اليتيمات، الإطعام، الأسقف، محطات التنقية والتحلية، وصلات المياه، وأساعد في العمل ده وأجري في العمل ده يعني طمعا أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويسامحني ويعوضني عن المال ده مال تاني حلال إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بشكرك جدا يا شيخ إسلام، بشكر حضرتك ورب دايما يجعل مالنا كلنا مال حلال. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام بنشكر حضراتكم جدا، ولازم نقول لكم دايما أن ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا رفع إلا بتوبة. قبل ما تاخد فلوس لازم تعرف مصدرها، لازم تعرف هي حلال ولا والعياذ بالله حرام. سيدنا أبو بكر أفرغ جوفه لما أكل تمرة وهو مش عارف مصدرها إيه.
سيدنا النبي نهى سيدنا الحسن لما كان طفل صغير ومسك تمرة من الصدقة ورفض أنه يأكلها مع أنها تمرة حاجة صغيرة زي ما احنا بقول إيه دي حاجة بسيطة، ولكنها ما كانتش بسيطة عن سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله رفض، عارفين ليه؟ لأن الحاجات الصغيرة أو البسيطة اللي احنا بنقول عليها دي بتجر بعد كده حاجات كبيرة ولا عياذ بالله، ولأن اللي بيعدي الصغيرة بيقع بعد كده للأسف الشديد جدا في الكبيرة. حافظوا على قلوبكم بالحلال، الحرام بيغطي القلوب بغمامة سودة، عمرك ما هتحس بحلاوة الطاعة لو بتاكل حرام، عمرك ما هتلاقي فيه خير ولا بركة في حياتك، عمرك ما هتستمتع، هتفضل دايما حاسس ان فيه حاجة ناقصة، انك مكتئب طول الوقت من غير لا سبب ولا مبرر، انك حزين ومش عارف ليه. المال الحرام بيدخل في كل حاجة، في أكلك وشربك، في الدواء اللي بتاخده، في تربية عيالك، في بيتك وعربيتك وهدومك. أنت متخيل الحرام اللي هتبقى عايش فيه عامل إزاي؟ وزي ما بيقولوا كده، ما نبت من حرام فالنار أولى به. طهروا قلوبكم بالحلال وطهروا أموالكم بالصدقة، وزي ما عودناكم نقول لكم الصدقة بركة والبركة خير، والخير دايما بيسيب جمال ومحبة في نفوس الناس. اعملوا الخير وارموه في قلوبكم، اوعوا ترموه في البحر. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله، ودايما فينا وفيكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.